في حاجة لذيذة كده ممكن نتكلم عنها بسرعة باستخدام الـ Zdeps data بتاعتنا. فانا هنا قلنا ان احنا عندنا الداتا بتاع الديبس موجودة في الديبس channel هنا. احنا عرفنا ازاي نستخدمها ان احنا نعمل defocus وندرج defocus والكلام ده. ازاي بقى ممكن نستخدمها ان احنا نعمل fog باستخدام الديبس data دي، وازاي نحرك الفوج في الديبس قدام وورا. تعال نشوف حركة ظريفة خالص. طبعا انا عندي الديبس داتا بتاعتي موجودة في الشانل بتاعت الديبس، فانا الاول محتاج اعمل لها شفل واجيبها في الالفا. انا عايز اخليها تخش في الالفا، فسواء استخدمت الشفل الجديدة او القديمة مش مهم. المهم ان انا الانبوت بتاعي هنا عايز اجيب الديبس شانل بتاعتي، وبعد كده الالفا بتاعتي، الالفا الاوتبوت بتاعتي هاخدها من الديبس. ماشي. فبمجرد ما ابص على الالفا هلاقي ان الديبس شانل بتاعتي دخلت في الالفا بتاعتي، بقت الفا داتا. وساعتها ممكن استخدم الجريد نود ان انا اعدل على الاوفست بتاعي، الاوفست بتاع الصوره، فاخليها تديني احساس الفوج بتاعي. فدي حركه ظريفه جدا. ولو عايز تتحكم في الفوج تخليها تروح ورا وقدام، يبقى انت ممكن تعدل على الالفا بتاعتك من هنا. فانا مثلا لو حطيت جريد نود هنا مثلا، وطبعا انا مش هاثر غير لما اختار ان انا اثر على الار جي بي اي. ماشي. فساعتها ممكن ابدا ازق الحاجه ورا قدام، وبالتالي الفوج بتاعتي هنا هتتزق ورا قدام. الجريد نود بتاعتي اللي هنا دي ممكن اقدر اتحكم فيها في القرب او البعد بتاع الفوج بتاعتي. فدي حركه حلوه جدا ان احنا نعمل فوج بطريقه رخيصه جدا باستخدام الديبس. لو عايز ان انا اغير لون الفوج نفسها من الاوفست نفسه بقى، ممكن اديله تون معينه، فوج صفرة، فوج زرقاء، ايا كان المود بتاعك. فيلا بينا نكمل.